مدن إسكانية هنا وهناك تكتمل صورتها في رؤية الكويت 2035. فريق متابعة جودة مشاريع التنمية، كادر شبابي وحلقة وصل بين رؤية الشباب لجودة هكذا تنمية. فريق يتكون من كوادر وطنية هندسية أخذت على عاتقها رفع مستوى الجودة في مشاريع الدولة التنموية، وذلك بإبداء الآراء حول جودة التنفيذ. تأخير في بعض منها له أسباب كما يرى الفريق، تلاشت بتقريص الدورة المستندية، دارت معها عجلة التنمية فشيدت فيها جسور وبنيت مدن، والقادم مزيد مشاريع. السبب تعطيل خطة التنمية في الفترة الماضية إلى تداخل صلاحيات واختصاصات مختلف جهات في الدولة، سواء من ناحية الرقابة المسبقة أو من ناحية الربط المالي أو من ناحية أيضا إدارة أو إدارات الوثائق والعقود في 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 مختلف جهات الدولة، وأيضا إدارة التصميم. الفريق يتابع عن كثب بطاقم من المهندسين وخبراء التصميم بتعاون جهات حكومية وأهلية، هدفه الأسمى تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.